طبعا كيف نبرمجوا البن رقم 13 هذا؟ كيف نرسلوا له يا 5 فولت يا 0 فولت؟ طبعا احنا قلنا لبرمجة هذا المعالج ضروري نتعامله مع السوفت وير اللي هو يصب في البرنامج داخل هذا المعالج. السوفت وير هو شنو؟ شنو اسمه السوفت وير؟ هو البرنامج هذا اللي دايرته شركة أردينو نفسها، هو اسمه أردينو اي دي اي. عرفت؟ طبعا وهذا طبعا انا بالنسبة لي هذا البرنامج موجود قاعد في الأمثلة. هذا نجول ندق على الملف، نجول الأمثلة، نجول بيزك، فيه حاجة اسمها بلينكر بيزك، هذه الأمثلة موجودة مخزنة فيه في بلينك. فجاء داخل البرنامج هذا اللي قدامي انا عارفه. البرنامج مكون من مجموعة خطوات، جزء منه طبعا هي التهيئ وبعدها البرمجة. البرمجة طبعا هي من شقين، شق طبعا أمر للتأخير وأمر يدز في قيمة البن رقم 13. طبعا نكتب أنا البن رقم 13 اللي هو البلت اللي هو الليد اللي سمينا الليد بلت إن أنا عارفه. فنحن تو خلينا نشوفه بسرعة سريع لو كان نجود نفذه هذا البرنامج شنو يصير. طريقة التنفيذ بتاعه طبعا بالنسبة للبرنامج هذا كله حنشوفوه يعني لكن نبي ناخذ فكرة. مثلا أنا بالنسبة لي أنا نبي ننفذ البرنامج ونبي نحمله، هذه هي البطمة اللي تنفذ البرنامج وتحمله. فأنا نزرها فقاعد يدير في كومبايلينج. كومبايلينج معناها ينفذ البرنامج ويحمله داخل المعالج. لما يحمله حنشوف النتيجة وين في هذا الدايت. شفت الدايت شنو صار للدايت؟ قاعد والع يولع ويطفى، يولع ويطفى. شنو يولع؟ واجد يطفى واجد، بناء على ايش؟ بناء على القيمة اللي موجودة عندنا اللي حاطينها نحن هالعرض. يولع ويطفى، فنقدر نخليه يولع أكثر زمن أطول، ونقدر نخليه طبعا بناء على ايش؟ بناء على أوامر اللي نحطها له وين داخل هذا